نعم يا اخواننا، انت تعبد من؟ الله. بس مسلم بي ام بي تي، تعبد الله وتعبد الشيطان؟ ام بي تي الله وام بي تي الدايفل. الوساوس من من تاتي؟ ذا انفلاشترين فروم في زندي اوف كومست. من من تاتي الوساوس؟ فروم في، من الرحمن فروم دبر مهرتخ، من الشيطان فروم الدايفل. قبل ماذا تسمع الوساوس؟ لا يستر الظنات. الان هذا الشيخ حسن طاف سبع اشواط. نعم. انا برود الحسن هاي دوت سيف كي رونت لو في الكعبه، وصلى ركعتين بيت في الفوق ستي ركعات، وعندما اراد الذهاب الى الصفا والمروه السعي بني هاي زيخ فيل ديفند نرد خبرخ الصفا والمروه، جاء الى الشيطان قام بالشيطان باهم انفلاسترينا، قال يا حسن استحسن ستة اشواط ولا سبعة اشواط بس هسه خطاها وسيفه. يقول ما ادري بس اختي بيدتني، خل نراجع انا وانت لا تظلمت مكارث وفلخ وست. اي عبادة تنتهي منها اذا رجعت اليها انت آثم. لو رجع هذا وطاف شوط بعد ان انتهى من السعي آثم. الك ام بيدي بني لازم افخرون اني كيرت رناب ترخ ام تاوفر فيخا دبي زومبا. كبر حسن قال الله اكبر وكبر بنود الحسن هذه اخت الله اكبر، ثم جاء الى الشيطان فوخس كومت الشيطان بهم انفلاستر، قال يا حسن انت متوضئ هذه اختي خير يا حسن كيف الوضوء؟ قال ما ادري حسن انت بدك فين ابنك؟ قال ايش رايك نراجع انا وانت؟ سيخ فوت فينكر فانو مت بسبريك بعد تمام، قال تعال نراجع لا تفهم ترخ كير التايت. انا متى توضأت؟ بني ربيك الوضوء خضر. وماذا صنعت؟ ابت ابت خضر. هو الان يسمع لمن؟ ديتس ان ديالو خل نرجي لا يسرت هاي لوساوس الشيطان دي انفلاسترين لفن الدفن. كبر على انه متوضئ صح؟ هاي فتوخد التكبير خدان الفن اوت خاندر ذاتي انستات فن راين هاي توس. الوضوء انتهى؟ الوضوء بس يفهم الوضوء صحيح الوضوء بس كور لو خرج من الصلاه آثم اصحي اون دونكس ديد خبيت فرلات لقيتي الزنده بخان مجرد كبر كبر على متوضئ ما يستطيع يخرج من الصلاه متوضئ انا اخذ خبيتني فرلات انت عايز انستات فن فرليدغ اوفرتايغين دات انستات فن راينهايت واس بس يتخبت بين خطرين بس ما خليت سو مرات. بعض الناس يقفز في الحمام والله سبرينغ ان ذا فاستر امس، وبعض الناس يعني يصنع اشياء ما انزل الله بها من سلطان سمخ منس باندر هاندلينج اوف سبراك بر الله عز وجل خيم بفل فور هيك خيفه، وبعض الناس يتنحنح في الحمام سمخ دي ما كذا صوت خباره صوت هوستن خباره وبعض الحمام وبعض الناس سليم معافى ما شاء الله ويظن انه مريض سمخ منس اذا خون 100% ان الهوف الخزوم ما حد يقدر تخبط زيك ماذا بك؟ وات اسم ميكاو؟ قال بي سلس بول سختي كيف لاست فان يورينا صرت درايب درايب يورينا وات يعني يخرج كونستانت يورينا سوما ذاتي اونخو كونتروليت يورينا فلي ليس فيه شيء هو هذا ليس سلس بول يقول انا تخرج مني نقطه من البول نقطه واحده تريبل تشير كونترات انا اي ثينك ذات هي دور لوف ذا اوخ كونترلي ذا يورين فور ميزي هذا ليس سلس بول هذا ليس مرض ديت سخين زيكت ديت سخين اون كونترولير يورين فور ميزي ان دريبل هذا ممكن اثر غسل الذكر بالماء كان زين ذات تخون سبوره زين فون نهت فص فون سلاف ذير حتى لو كانت هذه قطره بول 100% يقول العلماء يعفى عن يسير النجاسه ولا اشكال بهذا اص هاي نابط هاي بسخيري نير كيف زين خصلخ زي خفاصه زو هبه اذا كنت دربلتي انا تساو خين يورين زين او فيل يورين زين تساو خين يورين زين تساو فيل يورين زين دنوغ فوقس ده خليرده wordt dit vrij zeg maar vrij gesproken wordt er geen oordeel aan gekoppeld dus er is geen zonde op je أصاوة دريبلت يورينا زين يسيد إرخ أي عبادة تنتهي منها ما يمكن أن ترجع إليها للوساوس ألك أمبيدين دي كومبليت هابس فولتويت موش أبسوليت ني تريخ ريفرير نار الوساوس نار إنفلاش ترينا جاء رجل إلى أحد الصحابة المان قام باي قام باي المتخزن قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس اليهود والنصارى لا يوجد عندهم وساوس
لا يوجد عندهم سجود سهو. ما يوجد. وكان ده بعد يهودن كريستنا نيت فوركم ده سلاستر بفن إنفلاسترينا. أنا وكان ده ساي ده تخي سبراك إس فن هن in hun aanbidding dat ze iets correct moeten maken in de aanbidding, zoals wij dat doen als we iets tekort hebben gedaan in de aanbidding, in de salat, dat we de sujud corrigeren, de correctie moeten toepassen. Waarom hebben zij dat niet? لماذا لا يوجد وساوس عند اليهود النصارى؟ Waarom hebben zij geen last van inflatie? لا يوجد سجود سهو عندهم. لماذا؟ Waarom? قال وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب. قال أعمالهم خراب أعمالهم يخربها يعني بيت مهدوم. كيف تخربه؟ مهدوم هو ضايع لأنه بيتك الآن عمار يريد يخرب عليك الشيطان بالوساوس تخرب خرب أنت حر نعم يا بنت بهنا ستفضل ده خيس براك إس فن كومبليت هايت أو فول ماكت هايت إن بي أوز ده بسخالك بلد خفال فدور هاي ده بي أو بيو كبوت ماكا فأنت الآن بهنا خاص بس هذه الوساوس مرض بس ليس إنفلاسترين زين زكتة حتى بعض الناس من كثرة الوساوس عليه استيقظ يوما من الأيام في ثلث الليل الآخر. البرسون دي بس دي أصولاس فن فن إنفلاسترين dat hij in het derde de laatste gedeelte van de nacht ontwaakte uit zijn gebroken slaap. وقال للزوجة استيقظي. أنا سيد أخذ فراغ أبستان. استيقظت. أسفل ذكر. قال أنا أشك. Hij zegt, ik heb, zeg je dat? Ik twijfel. في ماذا? Hij zegt, wat twijfel je over? قال أشك في طلاقك. Ik twijfel over. قالت لا, ما بقي إلا هذا. نعم. نعم. Ik twijfel over jouw scheiding. Hij zegt, is dat niets behalve dit? طيب, ماذا حدث? Wat is er gebeurd? قال أريد أدفع الشك باليقين أقطع. لا يوجد عندي شكوك. في طلاقك. Ik wil de twijfel wegnemen met zekerheid. Dat er geen twijfel over is over de scheiding. أنت طالق. Dus ik ben nu bij deze gescheiden. وانا مرتاح. En hij ging slapen. En hij sliep lekker. جاء رجل لابن عقيل. ابن عقيل إمام. Een man kwam bij ابن عقيل. ابن عقيل was een grote imam. وقال يا إمام إني أنغمس في اليم. يعني يدخل بأكمله. في المسبح في برميل يدخل لا يرى منه شيء. أسيخت إخاء إن سون فات باتر وفين الفلاس فان الزنبات وزو تطأنا هوف ونها مدرين. وبعد أن أخرج أظن أنه بقي مني شيء لم يصبه الماء. نعم. أسيخت إن نادت يدر أوت كبام. Ik twijfel over een plek is wat geen water heeft bereikt. ماذا علي؟ ماذا أصنع؟ Hij zegt, wat moet ik doen? قال أرى والله أعلم أنك لا تصلي. مثلك ما يصلي. De imam antwoord, hij zegt, ik ben van mening dat jij niet moet bidden. قال كيف تسقط عني الصلاة؟ Hij zegt, hoe kan het zijn dat ik gevrijwaard ben van het gebed? قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم أنت مجنون. Want de profeet صلى الله عليه وسلم zegt de pen is opgegeven voor drie soorten mensen. Dat wil zeggen, hun daden worden niet opgeschreven. Toen zei hij, jij bent één daarvan. Je bent een bezeten, je bent een gestoorde. هذا أحسن علاج للموسوس. Dit is de beste manier van het genezen van iemand die last heeft van influisteringen. تقول عندنا خيارين. We hebben een keuze tussen twee opties. تترك الوساوس او في فرلات ذا انفلاسترين او مستشفى المجانين او في خاطر وما تصلي ما تصنع شيء استخت خيك المهم نعم تختار ايش متكيسي ذا استخت تختار تعبد الرحمن او تعبد الشيطان كيشير فور ام الله تعبيده دبار مهارتخه اذا لا يوجد عندنا وساوس Dus met andere woorden, bij ons hebben geen last van influisteren. Mag niet. Wallahu a'lam.